أزول أقي لباري أمشي أنا قناص لارد ديومف نهار 7/7/2013 الطاس قامي هي 14/7/26 يوجد المولاي سلطان سلطان المغرب يوجد داي باركي فرانسيس نقر وخفني ومي غربن إريفيين قياريف مي مي ميزيريفيين شد دفع نقر وخفني خطوات نسن شن ستيس بوسا دفع خطوات نسن خاريف نشوف بوشن اكي اسبونيا زي سيري راكي فرانسيسن اسبونيا دي فرانسيسن دين شويه المعاونه زي وليمان وشي نرجاز قاعي اسبونيا حمتاف هذا نغني ريفيا هم قالوا توا غربا زي سرجاز يسخد من اسبونيا سلاطين المغرب السلطان يوسف قالوا خفوني وتوفي ذاني تنبذ المشكل كتار زي 14/7/26 وشي نبدا بارك فرانسيسن سميزي غربا يريفيا شاد دفع خوانسي تسمى نهارا قيم 7 ايام اتيليج في شتا في فرنسا في شتا فرنسا شين ياري في عضو نويض نحتفل سرع يوذات نغنى الريف كتاك مش نزير بدا يريفيا تحسب اننا نغ ها وان جي وان سدي اتش وكتار من يتقص شوية وكتار وخاقين يعني كتير حرطاس تسمى مارين غان فاح سوان سن ديش جيد سن الشي نيش جيد نغي روك ثني تبارك تبارك الرعدو ومي ومي دخي غرب وخارو خشن اش حاس قامي روك شان تماني سنة زقامي 50 سنة زقامي يموث موراي محمد عبد الكريم الخطابي عاد وانت ويري هو دير قياري في دمقرا وخا 8 في ديتا في قياري اش جي ديتا ستزون وغوان وذوها وانت سين ماي مي تسمى تسمى اش ديكور رواي حري تسنى تسور 26 تسور خا 58 59 مليون قعن عاد روح وانت ويري شان طلب المسامحة رسمي زي دولة المغرب من كين قياري من عاد تقن يلا عاد 20 فبراير وش من يوقع ديني موضوع 5 يوذات قاريف ونسي من ديني تما عاد درجة نشي قاريف ما مش مجد المحاولات رسك طلب المسامحة نهاني 14/7 يجي يسال مولاي السلطان 1926 14/7 يبارك فرانسيسن ومي دخل دن وخان الشين شان دفع خطوات الله عاد درجة